مسلسل الاكشن اللي احنا بنشوفه في حوار نيوكاسل ده، الموضوع جديد جدا في مجال عالم كره القدم، قاعدين نتفرج عليه كده واحنا مستمتعين، نشوف مين اللي هيكسب، هي السعوديه هتاخد نيوكاسل وتاخد عليهم هديه حقوق البث، ولا قطر هتعرف تعطل الصفقه وكل الغلبشه اللي هي عماله تعملها دي علشان خاطر نادي ما يباعش نيوكاسل هينجح. انا بتمنى بصراحه ان السعوديه تستحوذ على نيوكاسل وياخدوا كمان حقوق البث، ونشوف في الاخر هم هيدفعوا لنا الماتشات ولا يعملوا معانا زي بين سبورت ويشفروا الماتشات ولا هنعمل ايه بالظبط. بس انا بصراحه يعني عايز اشوف الخناقه اخرتها هيبقى عامله ازاي ومين فيهم هيكسب، يعني خناقه كلاسيكيه في الخليج، عايزين نشوف مين فيهم هيكسب بقى في مجال كره القدم. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه حضراتكم طيبين وبصحه وسلامه، ولن تخسروا شيء اذا دعمتونا وعملتوا لايك او حتى عملتوا سبسكرايب، او كمان لو ممكن يعني ممكن تعمل كده شير للفيديو لو الفيديو عجبك، ولو ما عجبكش ممكن تعمل ديسلايك عادي مش حرام ولا فيها اي حاجه غلط. هنتكلم على قصه نيوكاسل الانجليزي وصندوق الاستثمار السعودي. من فتره طويله جدا صندوق الاستثمار السعودي والاداره السعوديه كانت بتحاول ان هي تشتري نادي في الدوري الانجليزي، وكانوا شايفين ان هم عايزين يبداوا بالبيك الكبير مانشستر يونايتد، كانوا بيحاولوا ان هم يشتروا مانشستر يونايتد، بس الجليزرز رفضوا ان هم يبيعوا الصفقه. بعد كده شافوا ان احنا محتاجين نشتري نادي عريق، نادي عنده جمهور كبير جدا، نادي في مشكله حوالين الملك بتاعه لانه مش عايز يصرف، فشافوا ان نيوكاسل هو اللي عليه العين واللي عليه العطاء. قعدوا يتفاوضوا مع الراجل شهرين ثلاثه، والراجل بسم الله ما شاء الله كان بيعمل مفاوضات قبل كده على ان هو يبيع النادي، والراجل مرحب بفكره البيع لحد حد معين كده بتلاقيه ان هو صاحي من النوم قال لك انا مش عايز ابيع الصفقه. بعد كده قرروا ان هم خلاص الموضوع خلصان تماما، دخلوا في الازمه اللي احنا فيها، عارفين ان الانديه بتفلس، وعارفين ان اي ملك نادي كده ما بيحبش يطلع فلوس هيبيع النادي بسهوله ويسر، وده فعلا اللي حصل مع اداره نيوكاسل، والناس خلصوا الكلام على 300 مليون بعد ما الراجل ما عرف يزود منهم 50 مليون جنيه استرليني كده، وخلاص الصفقه كانت خلصانه، وصندوق الاستثمار السعودي هيقدر ان هو يخلص صفقه نيوكاسل، وكمان كان هيبدا ان هو يتكلم في صفقات ومدربين ولاعيبه علشان خاطر يشوف الموسم بالنسبه لهم عامل ازاي. فجأة لقوا في مشكله طلع لهم من بعيد لبعيد، في ايه؟ في خطابات بتتبعت للانديه الانجليزيه ورابطه الانديه الانجليزيه بتطالب ان الصفقه تقف، وبيطالبوا بعدم تملك صندوق الاستثمار السعودي لنادي نيوكاسل. ايه يا جماعه ايه اللي بيحصل؟ مين اللي بيبعت الخطابات دي؟ هو بي ان سبورت. بي ان سبورت بقياده المنسق الاعلامي بتاعها او المدير الاعلاني يوسف العبيدلي كان بيبعت خطابات للانديه الانجليزيه وبيطالبهم ان ما تبعوش نيوكاسل. يسكتوا على كده؟ لا، نلاقي ان زوجة او خطيبة جمال الراحل جمال خاشقجي الصحفي المعروف اللي قصته معروفة خديجة جنكيز، نلاقي ان هي بتقرر ان هي ترفع دعوة مطالبة ان النادي ما يتباعش للادارة السعودية، وفجأة كده تلاقي ان في خناقة الادارة السعودية وصندوق الاستثمار السعودي. ما اعرفش الخناقة دي جت منين، شافت ان مين المستفاد الوحيد، مين اللي خايف ان احنا نخش بقوة علشان ممكن ناخد حقوق البث والرعاية، هم شافوا ان في مشكلة ما بين قطر، هم حتى لو قطر ما كانتش قطر برضه هي اللي داخلة في الموضوع، وفعلا المرة دي قطر ممكن تكون حاطة ايديها ورا فكرة ان نيوكاسل لم يتم بيعه لصندوق الاستثمار السعودي. بس الجماعة السعوديين قال لك مين اللي عامل لنا مشكلة؟ الاندية ورابطة الاندية، احنا هنعمل ايه؟ هناخد منهم حقوق البث، وكده كده دلوقتي احنا عارفين ان الاغنى في العالم ممكن يكون صندوق الاستثمار السعودي، فلو دخلوا في اي حاجه هياخدوها، مفيش اي خناقه، غير ان اساسا بان خايفه ان السعوديين يدخلوا معاهم في مناقصه على حقوق الدوري الانجليزي اللي العقد بتاعه هيخلص السنه، هيخلص بعد سنتين في 2022، بس هم مرعوبين تماما من فكره ان الاداره السعوديه او صندوق الاستثمار السعودي يكون ليه نادي في انجلترا، معنى ان هم دخلوا انجلترا معناها ان سنتين ثلاثه هتلاقي ان البث والرعايه بتاعتهم، فهم بيحاولوا ان هم يتغاضوا المشكله من اولها، يقفشوا القبه كده من اولها قبل ما المشكله ما تتفاقم، لان لو الاداره السعوديه دخلت الماركت الانجليزي هتاخد كل حاجه، فهم خايفين من ان هم يتحطوا رجليهم كده في انجلترا، فهم دلوقتي قاعدين يعطلوا فيهم بكل طريقه وبكل وسيله تذكر، طريقه ممنوعه وطريقه غير ممنوعه، طريقه استخدام سياسه، طريقه استخدام انديه رياضيه باي طريقه ممكن علشان خاطر الصفقه تتمنع. بس الاداره السعوديه مكمله في الصفقه زي ما قلت لك، تم اعلان ماروسيو بوتشيتينو ان هو اقرب المرشحين لاداره الفريق فنيا، يعني معنى كده ان خلاص الموضوع بالنسبه للاداره السعوديه خلصان، هم نادي نيوكاسل معاهم، بس نيوكاسل بس ولا ناخد معاهم حقوق بس، الموضوع هيبقى متعلق بالاداره القطريه هتقف لحد امتى من الابتزاز علشان خاطر النادي ما يتباعش لصندوق الاستثمار السعودي. خناقه كبيره جدا وحاجات كتيره جدا وتفاصيل كتيره عماله كل يوم تظهر، وبرده الحاجه المؤكده ان خلاص نيوكاسل سعودي غصب عن الاداره القطريه. بس دلوقتي هل القطريين هيفضلوا ياكلوا في نفسهم فتره طويله؟ الله اعلم. بس المؤكد زي ما قلت لك ان الصفقه بنسبه 100% بيقال ان هي هيتم اعلانها يوم الخميس رسميا عن بيع الصفقه وكل تفاصيل الصفقه. بس دلوقتي موقف الجماعه القطريين
فتح عين الاخوه السعوديين على حاجه مهمه، ان انتوا بدل ما تقعدوا تضغطوا علينا بورقه الانديه وورقه الرابطه، احنا كده كده هنعكم الرابطه ونظبط الانديه وناخد احنا عقول بس ونظبطها بالنسبه لكم وتطلعوا انتوا منها خالص. اعتقد ان ده هيبقى مقلب عصري في 2022 للاداره القطريه واداره بي ان سبورت. لو تاخد منها عقول بس هيبقى الموضوع ضايع بالنسبه لها، وهتبقى الشبكه عندها مشكله كبيره جدا، هتبقى دوري الابطال هو اللي بيسندها، وكمان السعوديين وقتها يقول لك انا معايا دوري انجليزي انا اخد دوري ابطال وخلاص بالنسبه لي زي الفل، وهتبقى قطر خسرت حاجه كبيره جدا زي بي ان سبورت اللي هي مسيطره بيها على شريحه كبيره جدا من المجتمع العربي، علشان خاطر هم اللي بيبثوا كل البطولات. بس بعد كده قطرت لهم تعال ده، انتوا عارفين مين اللي كان بياخد مننا الماتشات وكان بيأجرها؟ بي اوت كيو. بي اوت كيو دي كانت تبع مين؟ كانت تبع السعوديه. بس عادي يابا، كل الكلام ده ما ياكلش الفلوس بالنسبه للانديه الانجليزيه، هي راس المال وهي كل حاجه. ما تنساش حاجه مهمه، مانشستر يونايتد مين الملوك بتاعه؟ الاماراتيين، وهي معروفه السعوديه والامارات في خانه واحده ضد قطر، يبقى قطر بالنسبه لها اعتقد ان خلاص هو خلاص، يعني نسبه الخساره بالنسبه للقطريين في حاله تملك نيوكاسل هتبقى خلاص الموضوع خلص تماما. نيوكاسل وبعدها هقول بس هتبقى خلصانة ما هيبقى. بس يا ترى هياخدوا الصفقة بالشوالي وبروفي خليفة بالرجالة دي، ولا أي حد فيهم قال أي حاجة ضد السعودية هيبقى بخ؟ هتبقى حاجة ممتعة، والخناقة السياسية اللي جوه الرياضة دي بقى أنت بتستمتع غصب عنك، أنت بتحس كده إن في حاجة ممتعة جوه أنت نفسك تشوفها. بص يا استاذ، انا حكيت لك القصه بمناسبه اللي انا قريته والكلام بتاع ان هم عايزين ياخدوا حقول، بس ده بتاع الميرور وده كمان بتاع الديلي ميل، يعني حاجات انا ما بهبتش بيها يا استاذ. مش هحط لك مصادر عشان انا مش هقعد ادور على اصل الخبر، علشان خاطر كل المواقع العربيه نقله على الديلي ميل ونقله على الصن ونقله عن الديلي ميل وعن الميرور. مش تيجي انت يا استاذ تقف مع اخوك وتقول له انت بتهبد؟ يلا انا بجيب لك الاخبار من الصفحات دي والله يابا، انا ما بطلعلكش كلام من تحت الكرسي. بص انا عارف ان طولت عليك، وخمس دقايق بالنسبه لك ممكن يكون كتير في ظل زحمه مسلسلات رمضان. كل سنه وانت طيب يا استاذ عيش. تفتكر قطر هتكسب المعركه وتخلي السعوديه ما تاخدش نيوكاسل، ولا قطر هتخسر كل حاجه وتلاقي ان نيوكاسل وحقول بس مع السعوديه ويقعدوا هم يشحطوا على فاضل كريم في انجلترا؟ الراي رايك يا استاذ.